انا فرحانه بزاف حيت غزل كنعتبرها حتى انا بنتي والله يخليها ليها والله يفرحهم بها. كت تبارك الله ذكيه وكتضحك كتضحك بزاف ما شاء الله الله يخليها لماما وان شاء الله نشوفوها ان شاء الله تايم اللي تكبر تكون شي حاجه في المستقبل تفرح والديها. انا ما داير حتى شي مشكل انا يا شحال هذه كان اللي كيسبوا هذا كنت كنجاوبه ملي من بعد صافي وليت كنقول علاش انا اصلا غنجاوبهم حنا عارفين راسنا اشنو كنسواو واي واحد اي واحد ناجح ضروري ما كيكونوا عنده اعداء يعني الانتقادات عادي ولكن الانتقادات ملي كتولي سب هذيك اللي كنت كنضطر نجاوب دابا لا ما بقيتش كنجاوب ولقيت بان الواحد ملي ما كتجاوبيش احسن كيكون احسن. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.